الله كل يوم إلنا نفحة عند قبر الوالد سيد يوسف هاشم السيد أحمد الرفاعي وزير نائب شيخ الطريقة الرفاعي الصوفية وهذا الجمع المبارك. المهم طلع ويانا اليوم شاعرة العدد ندى السيد يوسف السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي صفحة 68 شاعرة أنا سميتها أهل البيت وأهل البيت دولة الكويت، وهي ما أخذت حقها يعني مفروض يقابلونها التلفزيون الكويتي والإذاعة الكويتية بس هي يمكن تستحي ولا. المهم استحضر المولد النبوي اليوم 15 ولا 16 ربيع الأول 17 ربيع الأول اليوم الأربعاء الموافق 1444 12 أكتوبر 2022. سمعوا الندى ماذا تقول. أولدنا بالنور اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وذاته وصفاته وجميع الأنبياء كما صلت عليه الملائكة. تقول أتانا الربيع رأينا هلاله أتى شهر مولد نور الرسالة أتى شهر فخر بطلعته أتانا بنهج الهدى والعدالة محمد خير الورى قائد أحب جميع الأنام خلاله رسول رحيم هو المجتبى نبي محا ظلمات الضلالة بشير نذير الله يرحمه أمنا بشير بلال عبد الله مربي السادة الرفاعية ويدة أم حسين وحامد سيد علي وسيد إبراهيم الرفاعي وسيد سبع زين جمع الجميع الفاتحة والله ذكرنا ربة الرفاعية هي رحمه الله أمين. آمين. بشير نذير وبدر زهى كريم وقد كلمته الغزالة وللناس أجمعهم رحمة العالمين سراج وهالة فإيقظهم من سبات طغى وأخرجهم من كهوف الجهالة ففي مكة الخير أم القرى وفي عام فيل وبين الكلالة أتى مولد الهاشمي الرضا وقد أبدعت يد رب جماله وقد أبدعت يد رب جماله كما سبقته بشاراته علامات نور بذات دلالة قالها البرزنجي في المولد النبوي قولوا ما شاء الله. فكسرى قد اهتز ايوانه ونار المجوس خبت لا محالة الله. كذا وقد اضاء له في الشام نور بهي الله. يحيي خصاله اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وذاته اولى يا صلي وسلم دائما ابدا على الحبيب وآل البيت كلهم. وقيل لموسى بوادي طوى أن اخلع نعالك دون الجلالة وما كان أمرا لسيدنا فقد كرم الله حتى نعاله. يقول والله نعاله على يعني شو اسمه العرشي والله هنيئا لمن كان درعا له ولازمه يفتديه وآله وصحبه وطوبى لمن بات في قربه وكان النبي الكريم مثالا وسعدا لمن عاش أعوامه لينهل عذبا معينا مقاله أو مقاله هي بالهاء. وصلى الإله على المصطفى صلاة تدوم على كل حاله أو حاله صلاة تحف الزكي التقي صلاة تكرمه والسلالة ومن عزروه ومن وقروا ومن نصروه بكل بسالة. يمكن هي تقصد هني الموسى الإمام ابن الموسى الرضا أو علي زين العابدين ساكن خراسان الرضا العموم عليهم السلام. وهذا كتابها الذي دخل التاريخ يا ندى رفاعيات أنت اللي أقمت شعلة الرفاعيات وأبوك يا سيد يوسف هاشم السعمد الرفاعي وزير نائب الشيخ الطريقة الرفاعية قبلك أسس جمعية البادر السلام سائية والرجال ادعو لها لام صالح إن الله يوفقها فاتحة اي والله ادعو لها ترى هي سوت أمس عن جامعة عين شمس وتمدح فيكم المصريين والكل الله يصلح شأنها ونجح لها أولادها آمين آمين فاتحة والجميع ذريتهم ماجدون الدبدور عروب إيمان وتهاني وخول عروب كوثر سحر يعقوب محمد مايد عزيز وخالدتش الله يبارك لك عمك وهذا شيخ يبي يروح عند سيد الف سلامه وزعلان شكرا سيدي شكرا سيدي مدوا الايادي خليك صوفي البوابه الرفاعيه والصوفيه ما تقفلش والكويتيه مدد مدد وصلى الله على السمع فاتحه دين امين.